السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني والتي جاء فيها: إن الرؤية الواضحة للميثاق الوطني العراقي لما يجري في العراق وعمليته السياسية جعلته يستشرف وقوع الأحداث وما جرى خلال الأيام الماضية. فقد أكد الميثاق ببيان في عام 2021 أن الانتخابات هي ترسيخ لنظام المحاصصة الطائفية وتعميق لأزمات العراق وخداع وتضليل للعراقيين، وأنها ستلبس الميليشيات الإرهابية ثوب الحزب السياسي وستولد أزمات وصراعات كبيرة في العراق والمنطقة، مما يؤدي إلى ترسيخ احتلال إيران للعراق. وكان الميثاق قد أكد مسبقا أن الشعب العراقي سيقاطع الانتخابات بنسبة عالية جدا وفق المعطيات والاستطلاعات التي أجرتها قوى الميثاق. والمتتبع لما يجري في العراق يرى دقة تشخيص الأوضاع من قوى الميثاق، وقد أكدوا على أن الحل للعراق والمنطقة يبدأ ببناء نظام سياسي جديد وإسدال الستار على العملية السياسية الحالية التي هي أس البلاء. أثبتت إيران قدرتها مرة أخرى على إرجاع قطعانها إلى الحظيرة وإلى بيت الطاعة، خصوصا بعد توجيهاتها بتشكيل تحالفات سياسية مع ميليشيا الحشد الشعبي بإشراف المالك وفالح الفياض للاستمرار بتنفيذ المشروع الإيراني في العراق والمنطقة. وقد ظهر جزء من هذه التكتلات في محافظة الأنبار بحضور قاسم مصلح المتهم بالإرهاب، ومن خلال دعم العملية السياسية التي جرت البلاد إلى الهلاك. إن صراع الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران لم ينتهي بعد، وتصريحاتهم وتهديداتهم مستمرة وتصاعدت وتيرتها بمجرد تنفيذ مقتضى الصدر توجيهات إيران بالانسحاب، حيث وصف المجرم قيس الخزعلي ما فعله أتباع الصدر بالانقلاب الفاشل. ثم توالت تصريحات المالكي وحنان الفتلاوي المهينة لمقتضى الصدر، ومنها تمخض الجبل فولد فأرا. ومقابل هذه الإهانات صرح الصدر وأتباعه بأنهم لن يسمحوا للإطار بتشكيل الحكومة، وهذا يشير إلى وجود مرحلة جديدة من الصراع في ظل العملية السياسية التي أصبحت ككرة الثلج التي تكبر بتدحرجها. وهنا تكمن أصل المشكلة في العراق. يقول الكاتب عصام الياسري في صحيفة المدى: مضى ما يقرب من 10 أشهر على الانتخابات العامة التي جرت في العام المنصرم، والأوضاع في العراق الدولة الغنية بالنفط لا تزال تتجه نحو المجهول. اقتحام الصدريين للبرلمان وتعطيل جميع الجلسات أشعل بين الطبقة السياسية شرارة صراع على السلطة. كان لذلك تداعيات انعكست مظاهرها بعدم ثقة ملايين العراقيين بالطبقة السياسية بعد الآن، مع نقص في وجود نخبة سياسية مسؤولة قادرة لتسوية الخلافات والبحث عن مخارج تبعد الشعب من الويلات والدمار. لكن على ما يبدو أن الطبقة السياسية الماسكة بالسلطة غير مستعدة لمنع ما يحمل المستقبل من مفاجآت خطيرة، ولم تستوعب حتى الآن أن عاصفة التغيير الحتمي مقبلة لا محال، بيد أنها لا تزال تبحث عن مخارج لا قيمة لها كالدعوة إلى حوار بين أطراف الأزمة ذاتها، وكأن البلد شركة تمتلكها وتتصرف بها كما تشاء، خاليا من الناس والنخب والأحزاب تتمرد عليه وتتحكم بمقدرات مجتمعه وحقوقها. إنه من المؤكد أن تشكيل حكومة جديدة متمثلة بقوى الائتلاف الثلاثي سوف لن تفضي إلى تحقيق نوع من الإصلاح المضمون، بمعنى التغيير الشامل للنظام السياسي ومحاربة الفساد وبالنهاية القطيعة مع التقاليد السياسية التوافقية الدارجة وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي أسس له المحتل منذ 2003 حتى الآن.
المثير للدهشة احتجاج المالكي الإطار التنسيقي على اعتصام الصدريين ووصفه اعتداء على الشرعية والدولة ومؤسساتها الدستورية ووضع السلم الأهلي على المحك متجاهلاً حجم الخروقات الدستورية والقانونية والإدارية التي ارتكبوها على مدى 19 عاماً وفرض الإرادات والاستهتار بالسلطة وتعريض الدولة العراقية ومؤسساتها الشرعية للابتزاز والدفع بها نحو حافة الإفلاس الانتهاكات الاقتصادية ونهب الثروات الوطنية. وعلى ما يبدو أن الصراع بين الطرفين سيبقى مستعراً والوضع لكلا المعسكرين خطير بسبب انتشار سلاح ميليشيات الأحزاب بكثافة يحرق الأخضر واليابس. تقول الكاتبة إحسان الفقيه في مقالها في صحيفة القدس العربية: في سياق ضعف وتفكيك الجيوش العربية في المنطقة التي انتهجتها أمريكا وحلفاؤها لحماية الأمن القومي الإسرائيلي وابتلاع الدول العربية، كان لابد من القضاء على هذه القوة العربية الضاربة في المنطقة العراق، فقد كان يصنف الجيش العراقي من أقوى جيوش العرب والعالم تعداداً وتسليحاً وخبرة قتالية. سقط العراق بعدوان غربي وتواطؤ من بعض قوى الداخل العراقي في ظل الصمت العربي المعتاد. العرب الذين لم يكن بوسعهم في ظلال التبعية المطلقة أن يحلوا أزماتهم داخل البيت العربي الواحد. المكون العراقي بالغ التعقيد، ومع ذلك كان العراق أكثر استقراراً وأرغد عيشاً وأقوى جيشاً في معظم أو من معظم الدول العربية. الآن صار العراق مفككاً والتحالفات والصراعات من أعجب ما يكون، والبلد خاضعاً لحكم ميليشيات، وهناك أجندات خارجية لصالح أمريكا ولصالح إيران، وليس الصراع مرتبطاً بالتنوع الطائفي. الموقف العربي كالعادة يكتفي بالمشاهدة وتأييد الأطراف التي تنسجم مع شكل علاقتها بإيران والولايات المتحدة، وسيبقى الصراع المحتدم يصب في صالح الكيان الأمريكي الصهيوني الذي سيظل يعمل على أن يبقي الجيش العراقي ضعيفاً مسيساً تابعاً، ويبقى هذا الخراب الذي لحق بالعراق، ويستمر ذلك الهزال الاقتصادي الذي ضرب أطنابه في حياة العراقيين. العراق لن يتجاوز هذه المرحلة العسيرة إلا بتخلي جميع الأطراف عن التبعية وتغليب المصالح العليا للوطن عن المصالح الحزبية والطائفية. وطالما ظلت الميليشيات المسلحة في الحياة العراقية، وطالما بقيت شخصيات ورموز ضالعة في الكوارث التي لحقت بالعراق في المشهد، فلا أعتقد أنه سيكون هناك استقرار في الحياة السياسية والأمنية. الحل في أن يتاح للشعب على اختلاف مكوناته أن يقول كلمته وأن يحكم نفسه، بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية الذي وضعه الاحتلال الأمريكي بعد دخول العراق. ونقرأ من صحيفة العربي الجديد مقالاً للكاتب داود كتاب: قبضت السلطات السعودية في أواخر الشهر الماضي على كمية كبيرة من المخدرات يصل ثمنها السوقي إلى مليار دولار. وضمن العملية الأمنية قبض على 6 سوريين وباكستانيين، 2 كانوا قد أخفوا حبوب المخدرات في شحنة طحين، كما أفاد الناطق باسم مكافحة المخدرات السعودي محمد النجدي. من الواضح أن آفة المخدرات المدمرة للمجتمعات خصوصاً المكون العائلي الأساسي أصبحت تدق أبواب أصحاب القرار وكل مهتم في مستقبل المجتمعات، وتتعرض السعودية بالأساس وباقي دول الخليج لهذه الآفة في الوقت الذي تحاول فيه قيادتها الانفتاح الاجتماعي على العالم، والانفتاح يتطلب توفير الحريات الفردية، ولكن خطر المخدرات مرض بحاجة إلى حلول عائلية ومجتمعية أولا ووطنية وعابرة للدول ثانيا. مصدر غالبية المخدرات المصانع الكيماوية التي نشأت في السنوات الأخيرة في عدة دول، خصوصا الدول فاقدة السيطرة الإدارية المركزية،
ولن يكون مفاجئا للقارئ أنه قد يكون أهم مصدر لتلك المخدرات وأكبرها في مناطق جنوبي سوريا وغربيها، وهي في معظمها تحت سيطرة القوات الإيرانية وقوات حزب الله التي جاءت لدعم نظام بشار الأسد. ومعروف أن عملية تصنيع المخدرات وبيعها مربحة مالياً، ما يعني أنها مصدر دخل كبير للقائمين على صناعتها، كانوا تجار مخدرات أو من تلك القوى نفسها. وفي الحالتين القوى الأمنية المهيمنة في تلك المناطق مستفيدة مادياً لاستمرار عمليات التصدير، والتي في الغالب تمر من خلال الأردن إلى دول الخليج، وأهمها السعودية. ليس ما يحدث على الحدود الأردنية السورية خاصاً بالأردن، بل معضلة بحاجة إلى حلول مشتركة تعمل خلالها كل الدول المتضررة مع القوات الأردنية لضمان وقف تهريب المخدرات المصنعة في الجنوب السوري وفي البقاع اللبناني، والتي تقف وراءها ميليشيات ودول ليست مهتمة بمصالح الأردن أو دول الخليج قاطبة. نشرت صحيفة الجارديان مقالاً للباحث جوسيب رضا قال فيه إن الفيضانات المدمرة في باكستان تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص هذا الصيف وإصابة وتشريد آلاف آخرين. ومن بين النخبة السياسية في باكستان ادعى البعض أن الفيضانات هي ببساطة كارثة طبيعية، بينما يلقي آخرون باللوم على انهيار المناخ. لكن كلا المجموعتين فشلت في الإشارة إلى عامل حاسم آخر، الإمبريالية. حصلت باكستان على استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية عام 1947، ومع ذلك استمرت أصداء الإمبريالية، ونتيجة لذلك فإن مناطق الأطراف مثل جنوب البنجاف أو جنوب البنجاب وبلوشستان وريف السند تعاني من نقص الموارد والاستغلال والفقر، وهي عوامل أدت إلى تفاقم الآثار الكارثية للفيضانات. في القرن 19 أقام الراجل البريطاني تحالفات مع النخب المحلية من أجل تأمين حكمه. قام الراجل البريطاني والاستقراطيون الذين وصلوا إلى الأرض حديثاً بسحب الإيجارات وعائدات الأراضي من تصدير المحاصيل التجارية مثل النيل والأفيون والقطن. كل ذلك على حساب رجال القبائل الرعوية سابقاً الذين أجبروا على الاستقرار والكتح كمزارعين محليين، إلى جانب التوسع في ري القنوات. ترك الاستيطان والاستغلال القسري لرجال القبائل مجتمعاتهم أكثر عرضة للفيضانات، حيث اعتبر البريطانيون القبائل المهاجرة موسمياً تهديداً أمنياً بسبب هذه الرعاية الإمبريالية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات بسبب التنافس المتزايد على الإيجارات مع تراجع سبل العيش الرعوية. اتسعت الفجوة بين الملاك والفلاحين بشكل كبير خلال القرنين 19 و20. هذه العلاقة الاستخراجية التي تقودها الإمبريالية مستمرة اليوم. على المستوى الوطني نرى هذا في الشكل ليس فقط في شروط قروض صندوق النقد الدولي التي تطالب باكستان بتقليل الإنفاق الاجتماعي وخصخصة الصناعات في مقابل القروض التي تربح المقرضين الغربيين في نهاية المطاف، ولكن أيضا مع الجهات الإمبريالية الجديدة مثل الصين ومواردها. والآن إلى رسوم الكاريكاتيرية.
البروفيسور العراقي نائل حنون أول من ترجم السومرية للعربية، نهمه الكبير في قراءة كتب الآثار في مراحل دراسته الأولية قاده لدراسة هذا التخصص في كلية الآداب جامعة بغداد عام 1968. توج شغفه بشهادة الدكتوراه في فلسفة اللغة الأكادية من جامعة تورنتو في كندا بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. أمضى البروفيسور نائل حنون أكثر من نصف قرن في الدراسة والتدريس والتنقيب الأثري والكتابة والبحث العلمي. ترجم شريعة حمورابي مباشرة من نصها المنقوش بالخط المسماري وباللغة الأكادية إلى اللغة العربية، خلافاً للترجمات السابقة التي تمت ترجمتها من اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية إلى اللغة العربية، ليكون بذلك أول من ترجم اللغة السومرية إلى اللغة العربية مباشرة. يقول حنون: جمعت دراسة كل من اللغتين السومرية والأكادية شرحا لهما وقراءة لنصوصهما من جميع لهجاتهما ومواضيعهما. في كتبي أيضا اللغتان السومرية والأكادية نصوص مسمارية تاريخية وأدبية، تصديت لتقديم ترجمات مباشرة من النصوص المسمارية إلى اللغة العربية في مواضيع لم تترجم قبلي رغم أهميتها، ومن هذا نصوص قانونية شريعة حمورابي وأدبية ملحمة جلجاميش وقصة الخليقة البابلية ونصوص تاريخية وأدبية واقتصادية. حذرت الأمم المتحدة من حدوث مجاعة وشيكة في مناطق بالصومال خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، مع تفاقم الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية. وقال وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في مؤتمر صحفي في العاصمة الصومالية مقديشو: المجاعة على الأبواب. وأوضح جريفيث أن لديه مؤشرات ملموسة على أن هناك مجاعة سوف تحدث بحلول الخريف في مناطق من جنوب وسط الصومال. تشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. ويقول الخبراء إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. طلبات انه عيش مثل العالم، بس انه ما بدي حدا لسه فوق هالزد اللي نزلنا، ما بدي انزل اكثر من والله ميتين من جوا. لا ضل عندي اخ، والله العظيم 7 اخوه استشهدوا بالثوره، 7 والله شهد علي، ولا ضل لي اهل ولا ضل لي جوز ولا ضل انا واولادي عايشين طالعين، لا حد بفوت علينا ولا حد بيطلع، وما بحسن لا اقوم اشتغل ولا أنا بالنسبة لحياتي قلت لك قبل الأمور كانت أحسن، بس من 2 وهالصب الله يعلم. تدينت هون تعاملت بجي 4-5 دكاكين، فهمت علي؟ ما بقى يدينوني، والله العظيم نبعت مش حدا رغيف الخبز من هون لهون، ما حدا عم يعطينا. بنجيب قليل زيت من الدكان هاي بنبيعها بهذا مشان بس مثلا نجيب لهم المي يعني مشترى. يعني بالأسبوع بيعبونا مرة ما عاد كفينا، أنا عيلي طويلة عريضة وخزان صغير.
وبهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.